بناء اقتصاد عراقي متعدد الموارد عبر بيئة محفزة قادرة على خلق فرص استثمارية للموارد المتنوعة التي يتمتع بها العراق، كانت من رؤى المؤتمر العلمي الدولي الأول والذي أقامته العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء تحت عنوان استراتيجيات التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متعدد الموارد، من خلال عرض الرؤى ووضع حلول لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. اليوم حقيقة في جامعة الوارث هذه خطوة، يعني تعد خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لتعديل المسار الصحيح في الاعتماد على الاقتصاد المتعدد وليس الاقتصاد الأحادي، لأن الاقتصاد الأحادي مرتبط على سياسات العالم، وفي حال انهيار مفاجئ في أي سياسة في العالم سينهار الاقتصاد يعني بشكل مفاجئ، وهذا حقيقة يعني ينطي انتكاسة كبيرة على مؤسسات الدولة العراقية ووزاراتها. السياسات الاقتصادية الآن متبعة هي سياسات عشوائية لن تنم إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتعدد في مجال الموارد، والدليل على ذلك عدم وجود تنسيق ما بين السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة المالية، السياسة النقدية، ومن ثم السياسة الاستثمارية والسياسة التجارية، وهذا ما وجدناه في الموازنات العراقية المتبعة السابقة والحالية، كانت إنما سياسات تتمتع بطرق وأساليب خاطئة جدا طبعا لن تنم إلى خدمة الاقتصاد الوطني. كما تضمن هذا المؤتمر مناقشة محاور عدة منها الاقتصادي والمالي والمصرفي وإدارة الأعمال من خلال البحوث الاقتصادية والمالية وأثرها في تقديم الرؤى لتنشيط وتنوع الاقتصاد العراقي والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بأنواعه المختلفة في كافة مؤسسات الدولة العراقية وطريقة إعادة الأموال المنهوبة عن طريق القضاء. موضوع الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الاقتصار فقط على الجانب النفطي في التنمية الاقتصادية، وهذا يشكل خلل حقيقة في الاقتصاد، لأنه يتبع البلد للتغيرات الاقتصادية السياسية المالية التي تحدث بالعالم، وبالتالي يكون العراق ناقصا للسيادة بسبب هذه التغيرات. منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة والعراق يعتمد على النفط اعتمادا كليا، الأمر الذي جعله بلدا ريعيا بسبب عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لإدارة البلاد وإهمال الحكومات المتعاقبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، زاكروس تي في.